السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك. النهاردة هنعمل إثبات سحب لموقع الطيور. الموقع ده من أفضل المواقع اللي اشتغلت عليها ومن أقدم المواقع اللي شغالة وبتدفع بانتظام. الموقع أول ما بتسجل فيه بيديك 30 روبل بتشتري بيهم 2 من الطائر دوت، وفتح السحب ب10 روبل. الموقع موثوق منه زمان بيدفع، وانا سحبت منه كذا مرة، وبيديك على رابط على كل إحالة 250 من الفضة. يعني لو قدرت تجمع لك يعني 10 15 إحالة يبقى هتشتري، ممكن تشتري الطائر دوت وتشتري من ده، حسب كل إحالة بتجمعها بتاخد 250 من الفضة. أول حاجة لما بتخش على الموقع بتيجي طبعا على الخانة دي اللي احنا واقفين عليها دي، وبتشتري 2 من الطائر دوت، ومن هنا بتجمع كل 10 دقايق. ممكن تخش تجمع أو أي وقت انت عايز تجمع فيه أو كل يوم بتخش تجمع من هنا، وبعد كده تخش تبيع من الصندوق اللي تحت ده، مستودع بتخش تبيع، وليك مكافأة كل يوم من هنا اهي بتحصل عليها، بيدفق في رصيد الشراء. انا عندي في رصيد الشراء حاليا 9686. ماشي، هنشوف ممكن نشتري ايه. ممكن نشتري طائر من ده، بس انا كنت بجمع وعايز اشتري واحد من دوت، فانا هصبر شوية واحاول ان اشتري واحد من هو الطائر دوت، عشان ده بيدي 1430 من الفضة من الرصيد السحب، بيتقسم ما بين السحب وبين الشراء. هنيجي هنعمل عملية سحب، هندوس هنا. لو عايز توضع في الموقع بتيجي من هنا بتدوس هنا، وبتحدد البنك اللي انت عايز توضع منه وبيحولك عليه، وتعمل عملية الإيداع، ومن هنا السحب. هتخش كده، يا رب ده من هنا الإيداع، من هنا الإيداع عندك اهو. ممكن تودع من البيتكوين أو الروبل، ومن هنا السحب. هنحدد بنك الباير، هتحط هنا رقم محفظة، وتيجي هنا هقول له أنا عندي 10 روبل 81 سنت، هنقول 10 روبل. هتزود من هنا، هذا كده بيقلل. تيجي من هنا تفضل تزود لحد ما توصل ال10 روبل. ممكن لو عايز تسحب بالروبل او بالدولار ممكن، هوريك ازاي لو انت عايز تسحب بالدولار. مينفعش انت تحط الرقم مباشر كده، لازم تعمل زي انا بعمل كده وتجيب المبلغ اللي انت عايز تسحبه. قلت له 10 روبل و17 سنت. هنيجي على بنك الباير، هنلاقي 556 روبل، ونعمل طلب سحب. زي ما انتوا شايفين كده دي كل سحباتي من الموقع، اخر حاجة 2 روبل و13 سنت. هنعمل طلب سحب زي ما انتوا شايفين، السحب تم 10 روبل و17 سنت، واهو عندي 64 سنت. تمام، هنخش على بنك الباير، هو بيتأخر دقيقة او حاجة السحب. احنا قلنا 556، هنعمل ريفريش، لسه السحب مجاش بس هيجي دلوقتي.
انصحكم بالموقع ده. الموقع ده من افضل المواقع فعلا، ومن اقدم المواقع لو كنتوا تشتغلوا عليه. لو انت مش يعني ممكن تشتغل الخطة المجانية وتحاول انت تجيب احالات وتجمع وتشتري طيور، ولما توصل للحد اللي انت عايزه تستثمر 10 روبل وتسحب. بعد كده هنخش على بنك البير، او زي ما انتوا شايفين 10 روبل وصلت، 12 سنت اهو اخر سحب اهو، واسم الموقع. وبكده الموقع ده يعني مش محتاج اعملوا عنه بحث وشوفوه، موقع من افضل المواقع. وبكده يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والناس الجداد معانا شاركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله.